احساسك الزمالك مستواه ارتفع بشكل كبير جدا قوي في الفتره الاخيره، الحق يتقال. النادي الاهلي هو وجماهيره اللعيبه والاداره والجهاز الفني والجماهير مشتاقين لبطوله افريقيا. فبالتالي النادي الاهلي كان ممكن يكسب سان داونز هناك جد. وهنتكلم عن احساسك ان ممكن الاثنين يقولوا لا، ده يعني ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره كابتن.